السلام عليكم، انتم مباشره من محلات اواني شعيب، وهذه المره غندير لكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في المدينه، اللي كاين في البرنوصي. غلطت، مباشره من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي باش نوريكم الجديد ديال هذا الاسبوع هذا ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو بها، جبنا لكم هذه البلاطوات الزوينين ديال الميلامين، فيهم باك، فيهم ثلاثه ديال البلاطوات، ها هما ثلاثة ديال البلاطوات. لا ما كنبينوش على الناس بوجههم، خذي راحتك. ثلاثة ديال البلاطوات الثمن ديالهم ديال الميلامين، الثمن ديالهم كيديروا 1200 ريال، ثمن مناسب هذوك بالفريال. أول حاجة غادي نبدا بها من يلاه بديت اللايف، الله يرحم بها الوالدين، هذه غادي نبدا بها اللايف باش الناس كاملين اللي كتفرجوا في اللايفات ديال أواني شعيب نوضح هذه القضية. بالنسبة لو شونج ديال السلعه ما غاديش يبقى بتاتا، اي واحد خدا شي بياسه من عندنا خصو حتى يكون مقتنع بها 100% ويكون متاكد انه ديك البياسه باغي عاد باش ياخذها، لانه مع الاسف حلينا الباب ديال الشونج. وكنبغيو نتعاونوا مع الناس كي اللي كياخذ مثلا براد ما كيبقاش محتاجو كيقول لك لا باغي في بلاصتو بلاطو، من حلينا هذا الباب وبغينا نتعاونوا مع الناس فريمون كاين شي عيالات اللي عيقوا في هذه النقطه. لهذا اي واحد غدا شي حاجه من محلات اواني شعيب يمنع منعا كليا شونج. كاينين الناس اللي كيقدروا يخسروا البياسه وكيجيبوها، كاينين الناس اللي كيقدروا ما يبقاوش باغيين وكيجيبوها، بزاف د الحوايج اللي كيقدروا يديروا الكليان وكيجيبوا البياس. لهذا القرار اللي خدينا انه يمنع منعا كليا شونج ديال السلعه، اللي بغى ياخذ شي حاجه خصو يكون مقتنع بها عاد باش يقدر ياخذها. دوزي على لا نكملوا لكم السولد والبروموسيو اللي عندنا ان شاء الله هذا الاسبوع. بالنسبه لهاد بغيتي تدوزي بالنسبه لهاد البلاندر ديال الزاج، هاد البلاندر ديال الزاج اللي كنا كنبيعوها ب 7000 ريال ودرنا لها بروموسيو 4000 ريال، هاد الاسبوع اللي فات هبطناها ل 180 درهم، وكانت النهايه ديال هاد البروموسيو 180 درهم هو نهار الحد، ولكن رجعوا الناس ووصلونا بزاف ديال الميساجات كيطالبوا منا باش اننا نمددوا هاد البروموسيو، لان بزاف الناس عجباتهم وبزاف الناس بغاو ياخذوها، خذوها العائلات ديالهم وبغاو ياخذوها. هادي ورا ولات ب 4000 ريال، يلا غير رجعها ب 3600 صافي ما نزيدش. صافي ماشي مشكل، انا رجعناها ب 3600 ريال. مرحبا، يلا مرحبا، عندكم جوج عقلتي عليا. ماشي مشكل، احنا مددنا البروموسيو ورجعناها ب 3600. نقطة ثانية بغيت نوضحها بالنسبة للهاشوار، الهاشوار اللي عندنا فيها خمسة ديال الماس وضراب وموس، واحد القضية بغيت نوضحها في هاد الهاشوار، هاد الهاشوار اللي كتاخذوا أنتم أشنو كتصلح؟ كتصلح للربيع والبصلة ومطيشة واللحم، الله يرحم بها الوالدين، ما تمشيوش تطحنوا فيها شي حاجة وحدة أخرى ويقدر يوقع لكم فيها المشكل وتجيبوها لنا، هذا باش نكون واضحين في هاد القضية، ها أشنو مصورين فيها؟ كتطحنوا حتى هو؟ لا الدجاج هذا خسران. المهم بالنسبه للدجاج والحوت والبصله ومطيشه حتى اللحم، هاي السيده كتقول حتى اللحم كطحنوا، ولكن بالنسبه لذاك الشيء ديال العطريه والسفوف وذاك الشيء اللي كياخذ لواحد الوقت طويل بزاف، راه كنفضل انكم ما تاخذوهاش ليه، غير باش نكونوا صريحين في هذه القضيه. انا واحد القضيه بغيت استفدت منها البارح، وبغيت نبارطاجيها معكم. انا شفت واحد 3600، شفت واحد الكاس ديال العطريه مولينكس، طحانه ديال العطريه، كدير وقتي الدري يقول لك الثمن. اسامه دخل عند السيده لداخل، انا نعطيكم اكزومبل، كاينه فحال هذه وهي كبيره عليها، ياك بغيت كلشي يركز معايا باش تفهموا واحد النقطه مهمه. الثمن ديالها الاخرى، كنهضر على الاخرى ما كنهضرش على هذه، الثمن ديالها كدير 12000 ريال 600 درهم، دايرين فيها 850 واط، 850 واط. عرفتي واحد اللعيبه عجبتني مزيان كاتبينها فيها في الجنب، عرفتي شنو كاتبين فيها؟ كاتبين فيها انكم خصكم تخدموا فيها ما بين 3 دقائق و 7 دقائق، يعني هذيك الطحانه ديال العطريه اللي لقيتها انا كدير 12000 ريال، كاتبين فيها انه خصك تخدم فيها من 3 دقائق حتى ل 7 دقائق،
لهذا هذه اللي كدير 4000 ريال وكان بيعها انا ب 70 درهم. الاخرى فيها 850 واط، هذه فيها 200 واط. الا كانت الاخرى كيطلبوا منك انك تخدم فيها من 3 دقائق حتى 7 دقائق، هذه خصك تخدم فيها من دقيقه حتى لجوج دقائق. اذا اي واحد غادي يشط، هادو نصائح كنعطيها للناس، سواء اللي كيتقدوا من عندي ولا ما كيتقدوش من عندي، لان التسعه اللي كتشوفوا عندي انا راه هي اللي كاينه في المراكز التجاريه، وهي اللي كاينه في الاسواق الكبرى، وهي اللي كاينه في الانترنت، وهي اللي كاينه في المحلات. راه ما تقولوش شعيب عنده الثمن ناقص، لا راه دوزيام على الاخرى، ولا قسما بالله العلي العظيم الى نفس لا. غير باش نوضح هاد القضيه، راه ما تشوفوش الرخه تقولوا لا حقه راه ماشي اختها، لا نفس السلعه هذه اختها كيبيعوها في الانترنت ب 200 درهم. والله يسهل على كل واحد، انا كندير لها 1400 ريال، ما تقولوش جا 4000 ريال حسن من هذه، والله العظيم الا اختها وفي حالها. ونتحدى اي واحد في هذه النقطه هذه. لهذا اي واحد غادي ياخذ طحانه، هادو نصائح سواء من عندي ولا من غياخذ طحانه ديال العطريه، غياخذ مولينكس ديال الزاج، غياخذ هاشوار، دائما دائما يتكايس عليها، لان لي واط كيكونوا هابطين. اذا ما يمكنش لي انا غناخذ واحد المولينكس وغادي نلقى فيها 200 واط، 200 واط يعني الموتور ديالها فيه 200 واط. الناس ديال الضو اللي كيفهموا في هادشي غيفهموني اكثر. ما يمكنش بياس حاجه فيها 200 واط غنبقى انا مورك عليها وغنفوت ليها لا فيتيس والجهد ديالها اللي هو 200 واط، ما يمكنش. لهذا الناس اللي كيتقداو، راه كاين عدد كبير ديال الناس كياخذوا لي زارتيكل ديالنا وكاملين كيشكروهم، وكلهم راه راجعوا عندي للمحل هنا وغادي تشوفوا الناس اللي كيتقداو السلعه. وبزاف الناس كنكون كندير لايف وكيهضروا على السلعه ديالنا، السلعه ديالنا كلها زوينه ومزيانه وخدامه للناس، ولكن الناس خصهم يتكايسوا. الحمد لله. ربي يخليك، كتقدي مني كتخلي ضرب عمر، مرحبا بك. لهذا ما يمكنش نعطيكم اكزومبل، واش عباد الله وحده شاريه هاشوار ب 3000 ريال، كاتبين لك هنا العطريه، كاتبين لك هنا اللحم، ومراسمين لك البصله ومطيشه والربيع. كتجي وحده عندها كوموند، تخيلوا معايا وحده عندها كوموند ديال سلو، كتجي تطحن فيها 6 تسويع 7 تسويع. لا 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 ما جيتش تشريها من عندي، باغا عندك كوموند ديال سلو، سيري شري مول، سيري شري طحانه ديال العطريه كدير 2000 درهم. حتى هذيك اللي دويت عليها قبيله ديال 12000 ريال ما تصلحش لك، حتى هي ما تصلحش لك. هذيك المولينكس اللي دويت عليها قبيله اللي كدير 12000 ريال، عطيناك لالا تخدمي فيها ما بين 3 دقائق و 5 دقائق. الا فتي 3 دقائق و 5 دقائق هذيك ديال 14000 ريال راك غتخرجي عليها. لهذا كنصحوا الناس باش دائما داك الشيء اللي كياخذوه يبقى لهم ان شاء الله مزيان. راه المده ديال 10 سنين وحنا في هذا المحل، الحمد لله الصوره ديالنا والايماج ديالنا والتعامل ديالنا مع الكليين دائما مزيان، ولكن مره مره كنوريكم السلعه وكنديروا اثمنه مناسبه وفي نفس الوقت كنطحنوا. هاد الهاشوار كدير، انا شخصيا ما نهضرش على كدير، بزاف الناس يقول لك ما تهضرش على الناس اللي على برا، هضر عليك غير انت، انا غنهضر على راسي. هاد الهاشوار هذه انا بعتها في الانترنت ب 6000 ريال 300 درهم، كنت كندير لا ليفغيزون بعتها ب 300 درهم، دابا دير لها بروموسيون 150 درهم. نفسها اختها هي، سواء اللي عندي سواء اللي كيبيع في الانترنت سواء اللي كيبيع في محلات وحدين اخرين. لهذا كنقصوا عليكم في الثمن وكنديروا لكم اثمنه مناسبه، راه نفس لا ما تشوفوش الرخه تقولوا لا حقه ما حقه. راه بالنسبه لو شونج هذا قرار اوان محلات اواني شعيب فقط اللي كنهضر عليهم، محلات اواني شعيب المدينه والبرنوسي والقريعه، اي واحد غدا شي حاجه من عندنا ممنوع منعا كليا شونج، ممنوع الشونج. اللي خدا شي حاجه يخدم بها، ما يمكنش حنا وحده غتاخذ عندي براد غيدور لها الطانطو ديال راسها في الخوا تقول لك احقا ما حقا، ما بقيتش باغي البراد، راه عندي واحد خو ما عندك الا الخو غتصدقيه، عطيه لجارتك عطيه لختك، ما تجيبيش لي انا الكرتونه ديالو كاع عامره بالوسخ ديال التقديه وداك الشيء وتلوحي لي تقولي لي ما بقيتش باغي هذا البراد بدلوا لي ببياسه اخرى. الله يرحم بالوالدين، الشونج ممنوع، لانه بغينا نتعاونوا مع الناس، الناس كياخذوا براد ما يبقاوش باغيين وكنبغيو نبدلوا لهم، ولكن راه الناس ميعوا وكثروا وعيقوا، كل مره كيجي واحد يشونج. لهذا غنقولها في اللايف، حيت شحال من واحد كيجي بغى يبدل شي حاجه تنقول له سيدي هاد البياسه ما يمكنش ما فيها لا مشكل لا والو، تيقول لك لا ما قلتهاش في اللايف، انا قلتها في اللايف، ممنوع التبدال. شكرا. نكمل لي زارتيكل الاخرين. خويا هذيك 700 ريال.
غادي نهضر على البانيني. بانيني الثمن ديالها كدير كنا كنبيعوها ب 5000 ريال درنا لها 3600. مرحبا بكم والف مرحبا. هذه مازال البروموسيون مستمر، راه فيها 850 واط، الموتور ديالها مزيان بزاف، الناس خداوها كيشكروها، والثمن ديالها كان ب 7000 ريال درنا ليها 180 درهم هذا الاسبوع. الميكسور قرب يتقادى، الميكسور على 4 درنا ليه 150 درهم. مرحبا. البلاندر ديال الزاج موديل اسبانيا الثمن ديالها 1800 ريال. خلاص براخشي. الطحانه ديال العطريه لا مارك جينيرال، الله يرضي عليكم. اي وحده كنعاود ناكدها اللي عندها لي كوموند وكتخدم مع العيالات، الله يرحم بالوالدين، تبعد من هادشي ديال 100 درهم و 3000 ريال و 4000 ريال. تمشي تشري ماكينه بروفيسيونيل ب 1000 درهم وارا ما تخدم لك لي كوموند مع راساتها. هادي الناس اللي كتنوض تشقى على وليداتها في الدار وكتدخلها للكوزينه كتخدم كطحن بها دوك المسائل ديالها وكترجعها. راه مزيانه سامارش بها، خدامه اينوكس، كيبيعوها ب 200 درهم، حنا دايرين لها 4، حنا دايرين لها 1400 درهم. جبدي لي اختي عفاك هادي. هاي هاي لا مارك جينيرال ديال العطريه، رائعه جدا لا مارك جينيرال. هاي كنبيعوها ب 70 درهم، ثمن خيالي دايرين لها. راه بعض المرات ملي كتبغي دير لي بروم عند الناس وكتبغي تنقص عليهم تقول لك لا حقه وقيله هاد السلعه ناقصه حيت في الثمن حيت ماشي بحال الاخرى. لا والله الا بصح الناس كيبغوا اللي يقولهم، وحنا قسما بالله قسما بالله العلي العظيم والله العظيم الا كنخدموا بالنيه مع الناس والله شاهد علينا، قسما بآية الرحمن الا كنخدموا مع الناس بالنيه ديالنا والله فوق منا وشاهد على كلامنا والداخل ديالنا. 1400 ريال. نقول لكم علاش مقلق باش نبارطاجي مع الناس اللي عندي اللايف. واحد السيده خدات عندي واحد البياسه خدامه ما فيها والو، هاي السيده شاهده اختي اجي عافاك نتكلي انا. هذيك السيده البياسه اللي خدات عندي ديك السيده واش فيها شي مشكل؟ لا ما فيها حتى مشكل. باغا تبدل علاش؟ قالها لها راسها باغا تطحن فيها صافي، قالها لها راسها هي اصلا ماشي ديال السلو ديالها فوال مطيشه وربيع. باغا تبدل، واش كاين شي سبب علاش تبدلها؟ لا لا ما كاينش، ما كاينش سبب. انت خديتي من عندي ديك البياسه كيفاش صدقات لك؟ صدقات غزاله. ها غزاله انت غير كلي انا كتقدي من عندي شي ثلاثه وحق الله الله يرحم بها الوالدين. كنحاولوا الناس اللي واقفين باش تشوفوا اشنو كاين، كاينين الناس اللي كياخذوا بياس اللي ماشي ديال ديك الحاجه وكتقول لك احقه انا بغيتها لديك البياس الاخرى. لا كل حاجه لاش كتصلاح ديال العشوار ولا لا العشوار للربيع والمطيشه والبصله واللحم والحوت. كاين الناس كيطحنوا فيها العطريه صدقوا شكروها، ولكن انا كنقول نفضل انكم ما ديروهاش ليها. مي كاينين الناس خداو من عندي وطحنوا بها العطريه صدقات لهم، مي انا باش ما نتحملش المسؤوليه كنقول لهم لا. لما الدراب ديال طاش ديال طاتش البارح في الرباط قال لي ديال العطريه 150 درهم، الله يجيب لي ما يقول الحق. ها هي واحد السيده بسمه الامل كتقول لك هذه لقاتها ب 3000 ريال في الرباط وحنا دايرين ليها ب 70 درهم، ويجي واحد يقول لك حقه ما حقه. الدراب ديال طاتش كنديروا ليه 60 درهم 1200 ريال، حتى هذا عدد محدود. عندك هذه ديال العطريه ما غتبقاش، وهذا الدراب ما غيبقاش، نقول لكم اشنو اللي ما غيبقاش. وهذا الميكسور حتى هو ما غيبقاش 3000 ريال. الان دو 3 كدير 150 درهم حتى هي. البلاطو على 3 1200 ريال. ها هو التفصيل، طبسين نمرة 30 الثمن ديالو كيدير 1100 ريال. المهم بلا ما نهضروا على داك الشيء ديال السولد 1000 ريال. سميتو والله الا تلفوني وحق الله العظيم لي تيغموس 1200 ريال. مريم اسمح لي الباني 3600 اسمح لي عافاك اسمح لي. هادو مرحبا، هادو جوج ب 1200 ريال. المول على جوج مشنف 1200 1400 ريال. المقله هذه الكبيره ب 14 والصغيره 1200 بالغطا. لا مارك لا ماكوم، ها هي لا ماكوم مكتوبه، لا ماكوم ما نحتاجش نهضر عليها. راه ما شكون كانت دارت لها الاشاره في واحد القناه.
شوميشه ياك شوميشه اللي كانت دارت اشاره على لاماكم ياك العيالات فكروني. هادي 1200 ريال وهادي 16 هي هذيك اللي الفوق وهادو كنبيعوا الكبيره والصغيره هادو جوج ب 1200 ريال. ها اسمح لي بلاتي كندير اللايف. المهم بالنسبه للمحل ديالنا كاين هنا هنا السوق النموذجي اللي بغى يجي عندنا البرنوصي غيسول على السوق النموذجي اللي كاين في البرنوصي غيسول على النقاشات اللي مقابلين مع السوق النموذجي غيسول على سوق طارق. المحل ديالنا هو هذا ويلا لا واخا ينعيط على الدري يجيبها لك. مرحبا الطوموبيل عندك واعره ها تبارك الله ما شاء الله. انا نعيط عليه الجبال يلا مرحبا شكرا. المهم حمزه شوف السيده اش خاصه. المهم المحل ديالنا في البرنوصي كاين هنا السوق النموذجي. ها هو السوق النموذجي في واحد العيالات كيبيعوا البغريب وفي واحد العيالات كيبيعوا كينقشوا. هاد العيالات الا سولتهم قلتوا لهم فين كاين شعيب مول المعان غيوريو لكم غيقولوا لكم دوروا على اليسر. اليسر هو هذا. هنا كاينه ثانويه بن شهيد. ها هو المحل هو هذا المحل ديالنا. فوق منه دار حمراء فوق منه لوغو ديال الفارماسيان. ها هو المحل ديالنا واضح. يعني اللي بغى يجي عندنا البرنوصي غيسول على السوق النموذجي اللي كاين حدا طريق او السوق النموذجي اللي كاين في التيرمينيز ديال الترامواي. ساهله السوق النموذجي اللي كاين حدا طريق واللي حدا التيرمينيز ديال الترامواي غتسولوا على النقاشات. النقاشات غيقول لكم دوروا على اليسار تلقاو المحل. اليسار هو هذا. ملي غتقول لك دوروا على اليسار غتكزدوا هذا الشارع. هذا ها هو المحل. يلا الله يسهل يا شعيب. امين. بالنسبه للمحل ديالنا ديال القريعه بلاتي. بالنسبه للمحل ديالنا ديال القريعه اللي تلف غادي يمشي الرومبو ديال دولي دول الرومبو ديال مالي البونج غتسولوا على المحل ديال اواني شعيب. الرومبو ديال مالي البونج في القريعه غتسولوا على محل اواني شعيب اللي كيدير الصولد غيوريوكم المحل. المهم راه كاينه سلعه زوينه ومناسبه. هادو كيبداو من 1600 16 بلاتي. وعليكم السلام. كاينين 16 17 18 100 درهم. ام 16 17 18 100 درهم واضح. اول جديد عاوتاني ياك تبرعوا ليا مع راساتكم. كاين عندنا سلعه زوينه وانيقه وراقيه. كاين البراد ديال الفضه حتى هو فيه ثمن مناسب. هادوك فيهم بريفكس 7000 8000 9000 10000. المهم كاينه سلعه مناسبه وزوينه. مرحبا بكم. دوزا غنشوف اختي اللعيبه اللي خديتها اللي خد كاينه التويشي هادي. ايا واعر. ايا 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 اي اي اي. دوزي دوزي اختي نفس ما نبينكش. لا ما تخافيش ما نبينكش ما كنبينوش الناس. هما هاد القرايع على اربعه كيديروا 2400. ها فيهم اربعه شويه شويه. كاين العجانه مون شيف كدير 16000 ريال. دائما كنشكرها وكنقول لكم اللي خداها راها بالكارانتي تبارك الله. الترموس على جوج 2600. الكوكوط الومنيوم كتبدا من 2500 3000 جوج ونص ب 2500 3 يطرو ب 3000 4 يطرو ب 3600 و 5 يطرو ب 4000 و 7 يطرو ب 4600 و 9 يطرو ب 5200. نعاود 5400 انا غنعاود باش تعقلوا. الكوكوط الومنيوم جوج ونص ب 2500 3 يطرو 3000 4 يطرو 3600 5 يطرو 4000
7 يترو 4600 و 9 يترو 5200 إينوكس 3 يترو 7000 4 يترو 8000 6 يترو 9000 8 يترو 10000 ناقصين فيها واحد 200 درهم في البيازا. هذه 7000 ريال. انت راه صاحبك راج راجلك انت راه راجلك صاحبي ما غنزيدش عليك في الثمن زعما نعطي ما تخلصش فيها انا كاع على وجه حقه. والله العظيم الا 7000 ريال هذه ثمن كدير جمله 7000 ريال هذه بحال كنبيعوها بثمن الجمله ما نزيدش عليك راه ثقيل. الا ما عندكش تناخذ لكم الا ما عند حقه ماشي مشكله كي دا تناخذ الفرق عند حقه. ايوا انا ما نقولش لك لا لا بغيتي ديها ديها تنبقى بينه وبين حقه في الفرق. هذه كدير 2000 او عندك 20 تزام حقه نشن حقه عارفك هنايا عارفك تقدي عندي حقه ها لك تنشري لك الصداع اللي مسح اللايف عارفك حقه عندي ولا لا صافي 2600 ديال من نعطينا مرتك انا نعطيها لك لا اه اجي اخويا امين اجي اللي بغى اللي بغى اللي بغى التوصيل لا ليفريزون لا ليف اللي بغى لا ليفريزون تواصل مع امين هاي النمره ديالو راه اخويا المحل ديالنا كاين في البرنوصي المحل ديالنا كاين في البرنوصي هذه النمره ديال ليفرور المحل ديالنا كاين في البرنوصي السوق النموذجي اللي كاين في البرنوصي السوق النموذجي اللي حدا طريق السوق النموذجي اللي حدا محطه الترامواي التيرمينيس غتسولوا على النقاشات غتوصلوا حدا النقاشات قولوا لهم المحل ديال شعيب غيوريو لكم شعيب اللي كيبيع الماء عندي للصول. بالنسبه لا ليفريزو تواصلوا مع امين 07 00 22 81 36 كنعتذروا لهذا اللايف هذا لانه درناه على قبل وضحنا فيه شي حوايج على قبل الشونج وبزاف تلعيبات ما وريناكم السلعه زعما مزيان ولكن كنتمنوا انكم تكونوا شفتوا كاينه سلعه زوينه كاينه السوبيره هذه هي موديل جديد السوبيره العجيبه الثمن ديالها 3600 التبصيل الثمن ديالو كيدير هذا ما كنقولش الثمن ديالو لان السيد مولا قال لك كتنقصوا فيه بزاف اذا شوفوا باش تعرفوا انا كنقصوا عليكم مول هذا التبصيل قال لي ما تبقاش تقول الثمن ديالو في اللايف لانك كطيح فيه الثمن يلا احنا ما نقولوش الثمن ولكن راه فيه ثمن مناسب لهادو لهادو يلا جيو وخذوا راه فيه ثمن مناسب احتراما للمولى اما راه نقدر نقول الثمن ديالو غير انا عندي الكلمه ملي كنقول للمولى ما نقولش الثمن ما نقولش الثمن واحد القضيه واحد القضيه قبيله كنت معصب تخيلوا معايا كيجيو عيالات كيطرطقوا لينا هادي هانت شوف واش هادشي ما يعصبكمش هانت يلا دابا كاينين عيالات كتجي هادي كتحل بحال هكا انت هايم هايم حلوله هايم مسدوده لا كتحل وكتسد كتجي مرا كتدخل كدير لها باق كتفرقع يلا تخيلوا معايا دابا هادي هاهي هرساس هاهي الثمن ديالها كدير 7 كدير 6400 المهم هادي راه فيها واحد الهرسه من هنا اللي جات تقول لهم راه شعيب قالها في اللايف اللي جات وبغاها حسبوها لها ب 250 درهم يلا ماشي مشكل يلا هاهي 250 درهم راه مزيانه زعما ما هاد الهرسه هادي كنظن ما غتضركم حتى شي حاجه 200 درهم مرحبا كاسرونات ديال الكرانيت 5600 كاينين السوبيرا غنوريكم السوبيرا راه قربت تقاد حتى هي السوبيرا فيها ثمن مناسب فيها 6 طباسل و 6 زليف وسوبيرا كبيره والعشق ديالها عيوة 3600 كنبيعوها ب 2400 هاهي سوبيرا كومبلي 6 جبابن 6 طباسل سوبيرا واللوج ديالها الكبيره 2400 نعم جاي من المحل ديال وراكم جيت انا كنقلب ياك واش كنتي دابا في اللايف راه كنت في اللايف دابا من اللايف جيتي يوميا كنشد اللايف ديالي لا ودابا دابا كنت في الدار يعني ساكنه قريبه
ومني نعت راه نعت مزيان فين كاين المحل. نعم كاين في المحل الاخر والله الا كتبقى لي نوريهم كتبقى كتبارطاجي كتصور وتبارطاجي للعائله ياك. والله الا شكرا بزاف، هادشي اللي كيشجعنا اننا نزيدو نستمروا ونجيبوا لكم الجديد. مي راه كاينين بعض ملي تنقول البعض شي حاجه قليله، بعض الكليان فريمون زعما كيعصب بحال هادو اللي كيهرسوا لينا هادشي، بحال اللي كيشفروا لينا، بحال اللي كيهرسوا لينا، بحال اللي كيخسروا الحاجه وكيجيبوها لينا. هاد الكليان هادو فريمون زعما راه كنعانيو معاهم. شكرا شكرا بزاف والله العظيم الى قمه المعاناه كنعانيو ولكن كنصبروا. نعم هذيك 2800 هذه شحال من متر او يقول لك الثمن لا شحال من متر. المهم هذا الصود اللي وريتكم ديال هذا الاسبوع هذا. دائما كنعاود نذكر اللي بغى يجي عندنا كاين هذا الحيط ديال المدرسه، اللور ديال هذا الحيط هذا كاين تراموي، السكه ديال التراموي ها هو الديبو ديالها، ها هو السكه ديال التراموي كاينه من اللور، وكاين هنا سوق طارق، هنا التراموي هنا سوق طارق، بيناتهم كاين سوق النموذجي ها هو. هاد السوق النموذجي طلعوا معاه حتى للراس ودروا على اليسر، غتلقاو هاد الحيط هذا ها هو باين عقلو مزيان على هاد الزنقه، غتلقاو هاد الحيط هذا ها هو المحل ديالنا. مرحبا. بالنسبة للمحل بالنسبة للمحل ديال البرنوصي راه قلت لكم فين كاين بلاتي عافاكم اختي، هاد العشورة طحني فيها الربيع وبصلو ومطيشة واللحم ما كتصلحش الصفوف والعطرية وداكشي، حتى انت غنقولها لك بصلة الربيع مطيشة هاهي علاش كتصلح هادي البصله كيصلحوا فيها الناس السفوف وداكشي، ولكن حنا كنقولوا بصله الربيع مطيشه لان فيها 250 ديال لي واط. فيها 250 واط يعني ديال لي واط، اذا الا شديت لها واحد العدد كبير ديال العطريه يقدر يصل من عندكم. انايا فيها 300 كان ديال 300 وكان ديال 250 بحال فحال زدقات لك مزيانه وراه الا حنا كانت عندنا لوكسيوس لوكسيوس كانت فيها 300 واط ولي كوكينغ فيها 250 واط تقريبا الموتور ديالهم فحال فحال. انت شنو كنت كطحني فيها؟ كنطحن فيها انا كنشد ديال الخضار بصله مطيشه الربيع صافي انت ما عندكش المشكل. تخيلي معايا اختي وحده شاده كوموند ديال دوزي اختي وحده شاده كوموند ديال سلو وكتبقى تخدم فيها نص نهار، واش هذه ديال نص نهار ديال الخدمه؟ والله العظيم اللي كياخذوا عندنا بعدد شوفي كياخذوا الناس بشكل كبير بزاف كلهم كيشكروه، كاع الناس اللي خداو هاد الهاشوار الحمد لله شكروها وما حشماتناش مع الناس الحمد لله. هادي ديال العطريه شحال؟ 70 درهم. اسمح لي المقراج ديال الضو 80 درهم وديال الزاج 100 درهم. بلاتي كاين عندنا هذا الباك حتى هو راه قرب يتقادى الثمن ديالو، هذا كنظن يمكن اخر مره باقا مره اخرى اللي غنبينو في اللايف وما غيبقاش لانه تقادى وما بقاش الثمن ديالو كيدير 40 درهم. هذه اللعيبه ديال الشلاضيه ما غتبقاش مع الاسف 1400 والثمن ديالها كدير 40 درهم 800 ريال. الباك ديال العواشق الثمن ديالو كيدير 1400، المباخ راه كدير 1200، المقله العجيبه الثقيله الثقيله ديالها الثمن دي سينيمات ان ايطالي 4000 ريال، التويشيه ب 1000 ريال، الجبيبنات 4 ب 1000 ريال. واعرين هادو شوفي قداش انت 4 ب 1000 ريال كي جاوك اختي ها وكبار هاك يلاه شدي الثانيه. راه عندنا سلعه زوينه غير ما رديتوش ليها البال 4000 ريال ها ثلاثه
ما قالتش عليك مرحبا بك لاباس الله يحفظك مرحبا اييه مرحبا بك الله يحفظك في المحل ديال اولا بلانكا مرحبا بك اختي الله يحفظك لي كل واحد رسخو تقدي عند الناس تاومي والله العظيم ماشي مرحبا بك شوفي تشوفي شنو تقديتي انت خديت هذا بصحه والراحه خدي من عندهم الله يسهل على كل واحد يبيع وشي هذا بشحال خديتي هذا خديتهم ب 2800 ماشي مشكل ما نقولش الثمن ديالهم باش كنديرهم انا باش من ولا ماشي باش من زيت نخلق مشكل انا عارفك انت كي داير هذه خديت هذيك هذه ب 4000 ايوا نشوف لا 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 ما نقولش طيتي لا 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 هذا الشيء اللي خديتي زوين ومزيان وثمن زوين الله يسهل عليك صافي خديتي من عنده الله يسهل عليك نعم 1200 درهم ونبدا نقول لك بشحال كنبيع باش نبان زوين قدام الناس لا ماشي زعما راني كننقص لا 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 الله يسهل عليه زوين داك الشيء تقدم عند الناس مرحبا بك مرحبا بك الدري ما كاينش مرحبا وعجانا شحال انا داير لايف عيطوا على الدري اللي برا يقول لكم الثمانات سمحوا لي ولا عطيوني واحد 5 دقائق 1400 درهم فاش لاشوار كوكينغ ديال الانوكس هاشوار كوكينغ انوكس شوفو هاشوار كوكينغ انوكس طحنوا فيها الربيع بصلة مطيشة لحم الحوت داكشي ديال العطرية كيقدر يسخن لها الموتور ديالها لان فيها 250 واط هادشي اللي كنذكر به انا 14 نعم 3000 ريال هي شوفو هي كطحن العطرية ولكن الا عطيتيها لاطاك بزاف كيسخن لها الموتور باش نكونوا صريحين 1000 ريال اخويا بلاتي نعطي الثمانات ديال هادو سمح لي بلا دوز هنا نعطي الثمانات هاد البلاطو عندنا ثلاثه القياسات 1000 ريال 1200 1400 الثمن مناسب الصغير ب 1000 ريال الموين 1200 والكبير 1400 دابا انا معاك تسناني 1000 ريال 1200 1400 الكيسان ديال المونوضه والعصير جوج ب 1200 وحده ب 600 درهم عندنا هذا الزؤان انت واحد كنت كنهضر قبيله على الكليان انت واحد السيده هرست لينا هذا الكيسان انت باش تشوف المعاناه اللي عندنا ما قلنا لا سيره الله يسهل عليك يلا المهم هادو 600 درهم مره كنبارطاجيو معكم المعاناه ديالنا ايوا هيا عاوتاني وحده شدات هذه فرشكاتها كامله كل فرد هادي عاوتاني فرتكاتها كامله تتهرسوا لي والله يصوبوا صافي الكيسان البراد ب 1400 الشيء اللي كتشوفوا راه فريمون فيه معاناه كبيره ولكن مع ذلك مقاتلين والله العظيم الا فريمون مقاتلين باش نجيبو لكم سلعه زوينه واثمنه مناسبه ودائما بغينا السلعه تكون موجوده راه ملي كتهبط تبغي تقدم ما كتلقاش سلعه تقول لك هذه ما بقاتش هذه تقادات هذه تزادت في الثمن هذه ما كايناش حنا كنبقاو نقلبوا وندورو باش نعاودوا نتقاتلوا في الثمن وندورو ونقلبوا باش انني نجيبو ثمن مزيان في الاخر باش نتوما ملي تجيو للمحل تلقاو السلعه فحال هكا متوفره وبهذا الثمن المناسب 1200 ريال هادشي راه ما ساهلش 1200 ريال بلاطو 1200 هذا ب 1000 ريال الباك ديال العاشق ب 1200 البراد الكبير 1200 هادشي ما ساهلش هادو والله العظيم الا ولا جمله عند الناس لي فورنيستور اللي كيدخلوا هذا البراد هذا اللي كيدخلوا الفورنيستور ولاو كيبيعوه ب 65 درهم جمله وحنا مازال قادرين ليه 60 درهم علاش باش الناس الكليان ديالنا يستافدوا من العروض ديالنا في شعبان وهذا الشيء كامل وهاد القتاليه كامله وفي الاخر زعما الله يصاوبو صافي هاد اللعيبه هي قربت تقادة هادي شتي لي بحال هكا عفاك حيت فريم هادي قربت تقادة ما غاتبقاش بغيت الناس اللي هادي هادي البلاستيك ماشي مشكل غيجبدهم بعدا هو يشوف هادي
هذه اللي ما عندهاش الرجل 1200 واللي عندها الرجل 1600 اللي ما عند بغيتي وحده اللي ما عندها هاك يا اختي هاك بغيتي اللي بالرجل اللي بلا لا اللي بلا رجل اللي بلا رجل 1200 بغيتي اللي بالرجل هاك راه قربت تقاده هذه جربها اول بريز 1400 3 يترو هذه اللي بلا رجل اللي بلا رجل 1600 اللي بلا رجل 1200 واللي بالرجل 1600 اللي بلا رجل دايره بحال هكا 1200 واللي بالرجل 1600 هاد البرات هو قرب يتقاد ما غيبقاش الثمن ديالو دابا 1200 درهم النمره 14 ردوا البالو بروفيتيو واستافدوا مع راساتكم المقراج هذا 1200 درهم راه ما غيبقاش ب 1200 ب 1400 3 يترو 1400 وجوج ونص ب 1200 بروفيتيو مع راساتكم يلا الكيسان 1400 المهم كاينه سلعه زوينه واثمنه مناسبه حاجه وحده كنعتذروا بزاف هاد اللايف هذا دوينا فيه بزاف على بعض المشاكل اللي عندنا في المحل وحاولنا في نفس الوقت نوريكم السلعه اللي عندنا نتمنوا ان شاء الله نتلاقاو في شي لايف يكون زوين دائما كنبغيو نبارطاجيو معكم المغال منين تيكون زوين والمغال منين تيكون خايب باش دائما نكونوا كنعطيوكم كاع الصورات اللي عندنا فهمتي لهذا انا حتى ملي تكون عندي المغال خايب كنبغي نطلع في اللايف باش نوضح شي حوايج اللي ما نقدرش نقولهم وانا ما عندي وانا ما دايرش وانا ما عنديش المغال مزيان لهذا الله يرحم بالوالدين راه حشومه تهرسوا وتخسروا وتجيبوا تبدلوا حشومه المراه دير بياسه وتقول لك انا حكا ما بقيتش باغيها وما بقيتش مقتنعه بدلها ليا لهذا كنقولوا الشونج التبديل ديال السلعه ما بقاش عندنا تالت حاجه حشومه الناس حنا كنتقاتلوا كنبيعوا وكنصوروا قليله كنصوروا غير شويه في هذا الشيء راه غير درهم 40 ريال في البياسه راه سولد هذا في الاخر كتجي وحده تشفر لك البياسه عيب وحشومه وحرام وما نسمحوش لاي وحده هذا الشيء اللي كاين شكرا بزاف كنتم مباشره مع محل اواني شعيب من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي شكرا بزاف على الدعم ديالكم لينا شكرا على التعاليق الزوينه اللي كتعطيونا شكرا على لي كومونتير على القلوب اللي كتخليو لينا شكرا على البارطاج بغيت هاد اللايف يتبارطاجا باش هاد الميساج اللي حطينا اليوم في هاد اللايف يوصل لاكبر عدد ديال الناس غادي نقول لكم شكرا لكم ومرحبا بكم وفي امان الله موعدنا ان شاء الله مع لايف واحد اخر ان شاء الله شكرا بزاف الله يعاونك